قوات سوريا الديمقراطية تتوقع انتهاء معركة الرقة خلال شهرين. بعد أسبوع من المعارك، تل عفر تحتفل بالنصر على داعش. واجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من أفغانستان، حيث قتل شخص في انفجار وقع اليوم في بنك في منطقة قريبة من مجمع السفارة الأمريكية شديدة التحصين في العاصمة الأفغانية كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار وقع عند مدخل فرع لبنك في كابول على مقربة من السفارة. ويأتي هذا الانفجار قبل ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أفغانستان، حيث يتوقع إعلان إرساله 4000 جندي أمريكي إلى أفغانستان وفقا لصحيفة ديلي ميل. إلى الشأن السوري، إذ قالت قيادة بقوات سوريا الديمقراطية إن من المتوقع انتهاء معركة طرد أفراد تنظيم داعش من معقلهم في مدينة الرقة السورية في غضون شهرين، لكنها توقعت ازدياد حدة القتال. هذا وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على كامل حي المنصوري في الجهة الشرقية لمدينة الرقة بعد معارك شرسة مع أفراد داعش. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على تحرير مستشفى الأطفال في مدينة الرقة من احتلال التنظيم، كما دارت اشتباكات عنيفة بين جانبين في أحياء المرور والدرعية والنهضة والروضة ضمن المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم في مدينة الرقة. أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية صباح يوم أمس الاثنين معركة جديدة على مواقع مسلحي داعش غرب درعا، استكمالا لمعركة نزع الخناجر بهدف استعادة المناطق التي يسيطر عليها أفراد داعش. وتأتي العملية العسكرية بتمهيد مدفعي وصاروخي على مواقع داعش في بلدة سحم وجلين وتل عشترة. قامت فصائل الجبهة الجنوبية بشن هجوم عنيف على تنظيم داعش في هذه المنطقة. المعارك بدأت في الصباح الباكر، تم ولله الحمد تدمير وتكبيد هذا التنظيم الغاشم، خسائر في الأرواح والعتاد. كان هناك مواجهة عنيفة من قبل التنظيم، وكان هناك وضع عبوات ناسفة وتشاريك وحقول ألغام، مما أعاقت تقدمنا باتجاه هذه المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش. اليوم كانت معاركنا باتجاه من جهة تل عشترة ومن جهة المساكن والشركة الليبية. تم استهداف هذا التنظيم بقذائف الدبابات والراجمات والمضادات الأرضية، وإن شاء الله المعركة مستمرة إن شاء الله حتى تحرير كامل هذه الأراضي من هذا التنظيم المجرم الغاشم. طبعا قمنا بمعركة على الدواعش في حوض اليرموك على جبهة جلين، والحمد لله رب العالمين، يعني صار عندهم جرحى بما يجاوز يعني 10 إلى 15 جريح، وصار في عندهم كمان قتلى، والحمد لله رب العالمين. ويعني من الصبح الحمد لله نحن عم نمهد بالتمهيد المدفعي. اختطف أفراد تنظيم داعش الطفل بيوان ذي الأعوام الثمانية قبل بضعة سنوات من سنجار في العراق، واقتادوه إلى سوريا حيث دربوه على استخدام السلاح، كما أصبح خادما لأبي سياف التونسي، وهو الذي كان يشغل منصب أمير النفط في داعش قبل قتله في الميادين في دير الزور. تمكن الطفل بيوان من الخروج من مناطق احتلال داعش ليعود إلى أهله، لكن ذكرياته ما تزال حافلة بمشاهد لم تفارقه بعد. مراسلتنا روناك شيخي التقت الطفل ووافتنا بالتقرير التالي. نحاول إقناعه والحفاظ على هدوئه بكل الوسائل المتاحة بعدما لم يجدي إغراؤه بالألعاب أي نتيجة. اسمه بيوان، لكنه لن يرد إذا ما نودي بهذا الاسم. فبعد أن خطفه تنظيم داعش مع والدته قبل 3 سنوات من إحدى قرى سنجار، صار اسمه أنس. حتى أصير غلام. وماذا؟ سألني أنا غلام. ماذا يعني غلام؟ خادم. ترعرع بيوان ذو الأعوام الثمانية في منزل أبي سياف وزير النفط السابق في تنظيم داعش،
حيث دربه على القتال واستخدام السلاح فضلا عن العربية الفصحى التي لا يتقن غيرها. كيف علموك؟ أنا لم أكتب أبدا؟ أخبرني ما هي الأسلحة التي تعلمت عليها؟ البكسي والسلاح والمسدس. وخلال 3 سنوات عاشها في منزل أبي سياف لم يعد يذكر سوى اسم أمه، لينتهي به المطاف بأن شهد مقتل أبي سياف في عملية إنزال لقوات التحالف على مزرعته شرق الميادين. من؟ أبو سياف. أبو سياف قتل؟ متى قتل؟ أخبرني. من زمان في الميادين قتل، وكان أمام البيت. بيته هين وهنيك السيارة هين، وانضربوا هنا البيت. وبعد وصول الطفل بيوان إلى القامشلي، يعمل البيت الإيزيدي على التواصل مع ذويه وإعادته إلى أسرته، حيث كانت أمه قد تمكنت من الهرب وحيدة قبل عامين. الأهل تعرفوا عليه من خلال الفيسبوك، كانوا ناشرين صورته فاتصلوا معنا مع البيت الإيزيدي، ونحن بدورنا اتصلنا مع هيئة المرأة وقالوا أن الطفل موجود لدينا. مشاهد القتل والدماء تكاد لا تفارق ذهن بيوان الذي شهد عدة عمليات إعدام في مدينة الرقة وفي منطقة دوار النعيم تحديدا، وهذا سبب كفيل بتصرفاته العدائية بعض الشيء تجاه من حوله. لا تصور اسكت انت ولك. ليضاف إلى قائمة ضحايا وانتهاكات تنظيم داعش بحق الأطفال من خلال تجنيدهم وزرع الأفكار المتطرفة في عقولهم. روناك شيخي لأخبار الآن، القامشلي، سوريا. بعد أسبوع من المعارك تمكنت خلاله القوات العراقية المشتركة من طرد مقاتلي التنظيم. هزيج النصر التي حملها الجنود العراقيون عبرت عن استعدادهم بهذه الفرحة. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. هكذا احتفل المقاتلون العراقيون بالنصر على داعش في مدينة تل عفر بعد أن تمكنوا من طرد مقاتلي التنظيم من آخر معاقله في محافظة نينوى، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استكمال تحرير المعقل البديل لداعش شمالي العراق ومحافظة نينوى بالكامل. الموضوع والاختلاف الجوهري اللي بالمعارك اللي صار، الأعداد أغلبها هربت إلى خارج تل عفر، شافوا عزم وقوة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي اللي متوجه لقضاء تل عفر وأدى إلى هروبهم. مجموعة من الضربات الجوية اللي كانت موجعة لهم، تقدم القطاعات بهمة عالية أدت إلى هروبهم وانكسارهم أمام القطاعات، والحمد لله أنجزنا مهامنا خلال 7 أيام بالمحور الغربي المتمثل بقيادة قوات الشرطة الاتحادية الرد السريع وأبطال الحشد الشعبي. فرحة النصر ترجمها هؤلاء المقاتلون العراقيون هنا إلى أهازيج فرح، لا سيما وإن خسائر القوات العراقية في معركة تل عفر تكاد تكون منعدمة. هم يتبادلون التبريكات بين بعضهم البعض، فرحين بانتهاء مهامهم بتحرير المدينة من محورهم في الشمال الغربي من تل عفر. بعد 7 أيام من القتال في مدينة تل عفر، ها هم المقاتلون العراقيون يحتفلون بالنصر في هذه المدينة بعد أن تمكنوا من تحريرها من مقاتلي داعش. هذه كانت آخر مناطق تواجد مقاتلي داعش في محافظة نينوى. وبعد أن تمكن مقاتلو القوات العراقية المشتركة من إسقاط ما كان يسميها داعش راية الخلافة، ها هم يحتفون بالعلم العراقي مرفرفا فوق شواهد تل عفر ومعالمها، وسط احتفالات عمت جميع المواقع التي تمركزت فيها قواتهم هنا. بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبدأ العملية، تم تقديم معلومات إلى قطاعات الرد السريع، معلومات قيمة جدا عن معرفة الأرض والعدو، وفرقة الرد السريع كانت مستفيدة جدا من معلومات الاستخبارات، سواء كانت من مصادرنا أم من استطلاع الطائرات أم من باقي الأجهزة التنصت. إضافة إلى المصادر والاستطلاع الطائرات، تم تقديم جهد كبير إلى فرقة الرد السريع، وهذا يشهد له السادة القادة والسادة الآمري بذلك. أهازيج المقاتلين العراقيين حملت الإصرار في كلماتها، مؤكدين المضي والاستمرار في محاربة داعش في المدن التي ما زال يحتلها في غرب العراق وشمال محافظة صلاح الدين،
حيث ستشكل إحدى هاتين المنطقتين الوجهة المقبلة للقوات العراقية بمختلف تشكيلاتها. إذن ما الذي جعل معركة تلعفر تنتهي فقط بسبعة أيام؟ الزميلة حنان ظاهر جمعت لنا آراء المحللين في التقرير التالي. معركة نظيفة بلا خسائر في صفوف الجيش أو حتى المدنيين، وفي غضون أسبوع واحد فقط أعلن الانتصار ورفع العلم العراقي في وسط تلعفر بعد أن أزاحت القوات العراقية ظلام تنظيم داعش. الانهيار السريع في صفوف تنظيم داعش كان لافتاً، حيث كانت التوقعات الغربية تتحدث عن معركة شرسة وطويلة، لكن التنظيم كان قد خسر عناصر قوته خلال المعركة، أبرزها عدم قدرة قياداته على الانتقال من ساحل الموصل الأيمن الذي تحرر قبل أكثر من شهر، وقلة عدد المدنيين داخل المدينة. كما يرى المراقبون أن إحكام الحصار على تلعفر والذي استمر لأكثر من 9 أشهر أدى بعناصر التنظيم إلى الانتحار أحياناً أو ارتداء أزياء نسائية للتسلل إلى خارج المدينة مع النازحين الذين فروا قبل انطلاق المعارك. وتعليقاً على الحسم السريع الذي شهدته معركة تلعفر، يقول عبد العالي العبيدي قائم مقام تلعفر إن تنظيم داعش فقد كل شيء حين خسر الموصل، حتى الرغبة في القتال، كاشفاً عن استسلام بعض المسلحين أثناء المعركة. وكان نائب قائد التحالف الدولي روبرت جونز قد قال بعد أيام من بداية معركة تلعفر إن القوات العراقية تخوض أصعب معركة حضرية منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت تلعفر حتى قبل أسبوع تعد مركزاً لتجمع الفارين من الموصل وباقي المناطق التي كانت تحت احتلال التنظيم، وساد اعتقاد بأن أخطر مسلحي تنظيم داعش يتخذون من المدينة التركمانية مقراً لهم. وكانت القطاعات العسكرية أعلنت في شباط الماضي قطع الطرق بين تلعفر والمدن الأخرى، ويرى المحللون بأن الحصار على تلعفر تسبب بمنع انتقال المسلحين ودخول السلاح والمعدات، وهو ما جعل التنظيم هناك واهن ما سهل هزيمته. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنعود بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. وصف سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة قطر بأنها قوة هدم في المنطقة. ونفى العتيبة في تصريحات له لمجلة أتلانتيك الأمريكية ما تدعيه قطر بشأن حصارها، لافتا إلى أن القطريين لا يعانون من مجاعة، كما أن الموانئ والمطارات مفتوحة، مشددا على أن الإجراءات بحق الدوحة اتخذت لحماية أمن الدول الرباعية العربية. إلى ليبيا، حيث قامت فرق محلية مشتركة مكونة من مشاة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي والضفادع البشرية بالتعاون مع إدارة ميناء أي بنغازي وجوليانا البحريين بإطلاق حملة لتنظيف هذه الموانئ من مخلفات الحرب التي شهدتها خلال أكثر من 3 أعوام قبل تحرير المدينة من احتلال داعش والقاعدة. وأثناء بحث الغطاسين في حوض الميناء تم العثور على عدد كبير من الصواريخ والقذائف التي يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية بحسب فرق البحرية الليبية. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا حول كوريا الشمالية بعد ظهر يوم الثلاثاء في نيويورك بناء على طلب طوكيو وواشنطن بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وتأتي الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد اتفاق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الضغوط على كوريا الشمالية وفق ما قال آبي. ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيسي هيئتي الأركان المشتركة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقا على الرد بقوة على أحدث صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، بما في ذلك إجراءات عسكرية محتملة. هجم رجلان أفراد من الشرطة في جمهورية داغستان الروسية فقتلوا واحدا وأصابوا آخر بجروح قبل أن يقتلا، وسارع تنظيم داعش إلى تبني مسؤولية الهجوم. يأتي هذا الهجوم على أفراد الشرطة في مدينة كاسبيك في داغستان بعد 10 أيام على إقدام شاب بايع تنظيم داعش على طعن 7 أشخاص في وسط سورغوت في سيبيريا الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جهود التعافي من أثار الإعصار هارفي ستكون باهظة للغاية.
موضحا أنه سيتحدث إلى الكونغرس بشأن المسألة بينما يستعد لزيارة المنطقة المنكوبة. وفي تصريح للصحفيين أشاد ترامب بالجهود التي بذلها أبناء ولاية تكساس لإنقاذ ضحايا العاصفة من المناطق التي غمرتها المياه في هيوستن وغيرها بعد تسجيل منسوب قياسي من الأمطار الناجمة عن هارفي. تحت شعار المرأة شريك في الخير والعطاء، احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس بيوم المرأة الإماراتية لتسليط الضوء على دور المرأة وإنجازاتها في المجتمع. التفاصيل مع الزميلة ديما نجم. خصص يوم 28 من شهر آب أغسطس من كل عام يوما للمرأة الإماراتية ومناسبة وطنية لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة تزامنا مع تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 ليكون الممثلة الرسمية للمرأة الإماراتية. يسلط الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية بدورته الحالية الضوء على دور المرأة وقدراتها وحضورها في المجتمع، إضافة إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات منذ عقود طويلة. تحظى المرأة الإماراتية بتقدير القيادة ودعمها المتواصل بدءا من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حريصا على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها في أن تتبوأ أعلى المراكز فيما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها. تشغل المرأة في الإمارات نسبة 66% من وظائف القطاع الحكومي، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم. ومن تلك النسبة تشغل المرأة 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، كما تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك مناصب إدارية ورائدة للمشاريع. فهناك 21,000 امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما في مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة فقد بلغ تمثيل المرأة 27.5% بعد دخول 5 وزيرات جديدات من بين 8 وزراء يدخلون المجلس لأول مرة، ليبلغ عدد الوزيرات في الحكومة 8 وزيرات. كما تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 175 امرأة، بالإضافة إلى عدد من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات. نحن في أخبار الآن، كنا قد أجرينا مقابلات مع إماراتيات قدمنا نماذج مبهرة لنجاح المرأة في مختلف المجالات، نتابع بعضا من تلك اللقاءات. في البداية الأهل كانوا جدا متخوفين أن بنت وفي مجال الطيران، والتخصص ما كان موجود بالإمارات، يعني كان حصر على الحكر على الرجال بس، يعني المرأة كانت مرفوضة أنها تدخل مجال هندسة الطيران، فكنت لازم أسافر خارج الدولة عساس أتخصص هذا المجال. فلما أقنعت الوالدة وإخواني وأن يعني عانت بطريقة أني دخلت الجامعة الأمريكية، حصلت عروض كثيرة من الأهل أن أتخصص طب، أو قلت لهم أنا أبي مجال الطيران، وسبحان الله تقبلوا في النهاية وسافرت بريطانيا وتخصصت. حسيت أنه لازم أنشر كتب زيادة، لأن حين إذا طلعت أنا أصغر كاتب بالإمارات بس أصدرت كتاب واحد وخلصت بيطلع it's not gonna reflect good on the people. فحسيت أنه يعني واجبي أن أكتب قصص خيالية زيادة للأطفال، يعني للصغار that look up to me، لأن الحين كل الدول تعرف اللغة الإنجليزية. فأنا لما بديت أكتب الكتاب كان عندي الجول الرئيسي أن يكون كتاب عالميا. بالنسبة لي أنا طير طيارة، الناس بيسألوني أنتي طيرين ولا ما طيرين كيف؟ أنا طير طيارة، الحين أطير بوينغ 777 من سنة ونص تقريبا. وهاي الوظيفة كأي وظيفة ثانية فيها صعوبات بس مو مستحيلة، يعني أنا أقدر أتخطى هالصعوبات وأتعلم فيها وأعلم غيري من البنات أنه أوكي هذا يستوي تقدرون تسوون هالشيء، أنه تقدرون تخطوا، بس أنه لكل صعوبة حل.
جائزة اسمها الجينات في الفضاء أو Genes in Space، وهي عن الطلاب من صفوف الصف السابع لين الصف الـ 12 يبتكرون بفكرة عن الجينات. مشروعي بيكون بيتطبق يعني في الصيف، بيطرشون مشروعي الفضاء في محطة الفضاء الدولية. فالنتائج اللي بناخذها من هالمشروع بنقدر نطبقه على أن نحن كيف نقدر نحمي رواد الفضاء. واجهت صعوبات، بس يعني كل صعوبة لازم أنت تتخذ شيء وتحاول أنك يعني تكون يعني قوي في هالصعوبات وتحملها. وتفاعل آلاف الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع يوم المرأة الإماراتية. الزميلة آية تائب رصدت لنا وسم يوم المرأة الإماراتية وغيرها من الوسوم في هاشتاغ ترند. نتابع. مساء الخير. بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، احتفلت مؤسسات وهيئات مختلفة في الدولة تقديراً للدور الفاعل للمرأة الإماراتية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وتصدر هاشتاغ يوم المرأة الإماراتية الترند في الإمارات اليوم، إذ شاركت العديد من الشخصيات بتغريدات تحمل الهاشتاغ، وهنأت سمو الشيخة فاطمة بن مبارك المرأة الإماراتية في يومها عبر رسالة نصية. كما شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرأة الإماراتية احتفالها السنوي بتغريدة على موقع تويتر كتب فيها: تحتفل الإمارات اليوم بيوم المرأة الإماراتية، ونحتفل معها أيضا بإنجازات أم الإمارات الشيخة فاطمة بن مبارك التي دعمت ومكنت وأبدعت. شهدت الحلقة الأخيرة من الجزء السابع من مسلسل Game of Thrones تفاصيل جديدة حول نسب جون سنو وحقه في اعتلاء العرش الحديدي. ولم يخفي متابعو المسلسل صعوبة الانتظار حتى عام 2019 لمتابعة الجزء الثامن من المسلسل، الأمر الذي جعل هاشتاغ Game of Thrones يحتل مجددا الترند عالميا، بين تغريدات مصدومة بنهاية المسلسل وأخرى تنتظر الموسم القادم بفارغ الصبر. حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة المطربة المغربية جنات احتفالها بزفافها على المحامي المصري محمد عثمان، وهنأ نجوم الوسط الفني زميلتهم جنات عبر تويتر على دخولها القفص الذهبي. يذكر أن الفنان محمد حمائي أحيا حفل الزفاف، وشاركه في إحياء الحفل الفنان تامر عاشور والفنان مصطفى أمر. بعيداً عن الوسط الفني، نقل 150 شخص إلى المستشفى بعد تعرضهم لضباب كيماوي مفاجئ على أحد شواطئ بريطانيا، وأخلت سلطات الطوارئ المنطقة المحيطة، كما أخبرت السكان أن عليهم تفادي شواطئ الساحل وإغلاق أبوابهم ونوافذهم. انتظرونا مشاهدينا في أخبار جديدة وترند جديد على هاشتاغ ترند. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير. موناكو يتعاقد مع اللاعب السربي ستيفان يوفيتيتش. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها: لحوم صناعية قريبا في الأسواق. جاء في تفاصيل الخبر: يصل إلى الأسواق في غضون العامين المقبلين برجر المختبر بعد أن قطعت شركة ممفيس ميت خطوة مهمة نحو تسويق اللحوم الاصطناعية أو اللحوم النظيفة كما تطلق عليها الشركة. وتقوم الشركة بتصنيع تلك اللحوم من الخلايا الحيوانية التي لا تتطلب ذبح الحيوانات. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا، التي اخترنا منها لكم تقنية جديدة تساعد كبار السن في التخلص من الوحدة والعزلة. تم الكشف عن جهاز يحمل اسم إيليك خلال مؤتمر عقد في كاليفورنيا. يعمل الجهاز من خلال تقنية حديثة تهدف إلى تزويد المستخدمين الأكبر سناً بصديق افتراضي يتحدث معه ويساعده في كثير من الأمور المختلفة داخل المنزل من خلال الأوامر الصوتية. وإلى صحيفة الغد الأردنية التي جاء فيها: دراسة الرقص
رياضة تكافح شيخوخة الجسم والدماغ. أفاد دراسة ألمانية حديثة بأن رياضة الرقص بجميع أنواعها لها تأثير مفيد في إبطاء وتيرة انخفاض القدرات العقلية والبدنية المرتبطة بتقدم العمر والشيخوخة. وبحسب الدراسة فإن الأنشطة البدنية المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على الحد من شيخوخة الدماغ لدى كبار السن. وصحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم إعدام أمريكي بعقار يستخدم للمرة الأولى. أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا مدانا بجريمتي قتل باستخدام عقار طبي جديد لم يسبق استخدامه في تنفيذ أحكام إعدام في الولايات المتحدة. وأكدت السلطات أن مارك أساي الذي أدين في عام 1987 بقتل رجلين بالرصاص في جاكسون ويفيل قد تم إعدامه باستخدام عقار إيتوميدات المهدئ القابل للحقن للمرة الأولى في الولايات المتحدة. وختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية جراحون فرنسيون يعيدون وصل ذراعي امرأة قطعا في حادث قطار. تمكن فريق من جراحين من إعادة تركيب ذراعي امرأة بعدما قطعا في حادث قطار، وهي عملية نادرة والأولى من نوعها في فرنسا التي يتم فيها العمل على الطرفين في الوقت ذاته. وأجريت العملية التي استمرت لمدة 4 ساعات على يد فريقين من الجراحين في مستشفى سانتر أوسبيتاليه في جنوب شرق البلاد. خبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ تعاقد نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع اللاعب الصربي ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على وكالة فرانس بريس. وكان يوفيتيتش قائد منتخب بلاده معارا من إنتر ميلان إلى إشبيليا الإسباني في الموسم الماضي، وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 7 أهداف. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوة سوريا الديمقراطية تتوقع انتهاء معركة الرقة خلال شهرين. بعد أسبوع من المعارك تل عفر تحتفل بالنصر على داعش. واجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذن أعود ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.